القديمه ديال مراسي. السلام عليكم ورحمه الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه لاعبو الرجاء يجتمعون اليوم الاثنين باكاديميه النادي قبل السفر الى تونس للدخول في معسكر مغلق. ومن المنتظر باش يجتمعوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي اليوم الاثنين في اكاديميه النادي قبل السفر لدوله تونس للدخول في معسكر تدريبي مغلق استعدادا للمستمريه ديال المقبل. إذ حددت إدارة النادي الأخضر في وقت سابق موعد تجمع الفريق ليوم 22 يوليوز في انتظار سفر بعثة بطل المغرب لتونس غدا الثلاثاء، ومرتقب باش تنطلق استعدادات فريق الرجاء في تونس يوم الخميس المقبل، بحيث غتخوض العناصر الرجاوية أو الحصة التدريبية استعدادا للموسم المقبل. وغيختتم فريق الرجاء معسكره في دولة تونس بمواجهة الترجي الرياضي التونسي وديا الثالث من شهر غشت القادم قبل العودة لأرض الوطن في اليوم الموالي. مثير، جمهور الرجاء يعاقب زين باور بخطوة خاصة. وفي التفاصيل، بدأ الحساب الرسمي للمدرب الألماني جوزيف زين باور بانستغرام كيعرف تراجع مهول في عدد المشاركين بعد قرار مغادرته لتدريب الفريق الأخضر وعدم استكمال العقد الممتد للموسم الكروي المقبل. وبعد ما كانوا الرجاويين رفعوا بالآلاف عدد المعجبين بصفحة زين باور منذ تولي قيادة الرجاء، وخاصة التتويج مع الفريق ثنائية البطولة والكأس، انقلب الأمر بسرعة البرق بعد تأكد من مغادرته للنادي، وذلك تجاه فريق كيمارس في الدوري السعودي وبالضبط نادي الوحدة. وبدا حساب زين باور انستغرام كيعرف تراجع مهول من حيث عدد المتابعين، وذلك كرد فعل من الرجاويين اللي ما عجبتهمش خطوه مدربهم الالماني. ومن المقرر باش يتواصل سحب الاعجاب بحساب زين باور عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بشكل اكبر خلال الساعات القليله المقبله. مهلة اضافيه للرجاء لحسم لائحته الافريقيه. ومدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مهلة تحديد اللوائح الإفريقية للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لغاية 25 يوليوز الجاري. وغيستافد فريق الرجاء من قرار الكونفدرالية بسبب تأخره في حسم هوية مدربه الجديد بعد الارتباك اللي تسبب فيه الألماني جوزيف زين باور بحسم مستقبله بالاستمرار مع الفريق الأخضر من عدمه. وكانت الكونفدرالية الإفريقية حددت الجمعة الماضي كآخر أجل توصل باللوائح الإفريقية للأندية قبل ما يتم تمديد المهلة ل 25 يوليوز الجاري، ومنتظر باش تضم اللائحة الإفريقية جميع اللاعبين اللي ساهموا في تشويج النصول الخضر بازدواجية الدوري والكأس باستثناء إسماعيل مقدم المنتقل للفريق الأولى السعودي والمهدي موهوب اللي منتظر باش يحترف بالدوري الروسي. وما غيتمكنش فريق الرجاء من الاستفادة من خدمة اللاعبين الجدد اللي تعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الجاري، وكيتعلق الأمر بكل عبد الكريم بعدي المهدي الحرار هلال الفردوسي فيليب كينزومبي وسيرج أريك زيزي، وذلك الحين تأهيلهم محليا بعد رفع عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والعصبة الاحترافية. الفيفا ينصف الرجاء في قضية المصري عمرو وردة. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس الأحد تغريم اللاعب المصري عمر وردة بغرامة مالية بسبب فسخ عقده مع فريقه السابق نادي الرجاء الرياضي دون أي سبب مشروع. ونشرت الشركة المتخصصة في قانون الرياضة واللي كانت مسؤولة على القضية الخاصة بلاعب عمر وردة وفريق الرجاء بيان ليها عبر الموقع الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت الشركة المذكورة في بيانها: يسرنا أن نعلن عن نجاح فريقنا القانوني في الحصول على قرار نهائي لصالح عميلنا نادي الرجاء الرياضي ضد اللاعب عمر وردة. وضافت: أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا قرارها والذي يتضمن غرامة تعاقدية ضد اللاعب بسبب إنهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع. تهانينا لنادي الرجاء المغربي العريق ومكتبه المديري على هذا الانتصار الكبير. جدير بالذكر أن فريق الرجاء أعلن في شهر غشت من السنة الماضية على فسخ عقد لاعب عمرو وردة لاعب الفريق السابق بعد ما قام اللاعب بتوقيع العقود لمدة 4 أيام فقط. تقارير جزائرية تشير إلى توصل لاعب الرجاء يسر بوزوق لاتفاق مع الوحدة السعودي، ومسؤول رجاوي يؤكد تشبث الفريق باللاعب. وشارت تقارير صحفية جزائرية عشية أمس الأحد الاقتراب يسر بوزوق لاعب فريق الرجاء الرياضي من انتقال نادي الوحدة السعودي. ووضحت جريدة الكأس الجزائرية أن بوزوق كينتظر فقط رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل فسخ عقده من جانب واحد مع فريق الرجاء لانتقال سوف الوحدة السعودية في صفقة انتقال حر. وضاف ذات المصدر أن بوزوق توصل اتفاق مع الوحدة السعودي وكينتظر رد الفيفا لتفعيل الفسخ.
في المقابل أكد مسؤول بفريق الرجاء أن النادي ما غيسمحش برحيل اللاعب مجانا إذ غيقوم بتسديد مستحقاته في وسط الأسبوع الجاري من أجل البقاء والموسم إضافي مع الفريق اللي كيراهن على التتويج إن شاء الله بلقب عصبة الأبطال الإفريقية. هذا هو كان اللاعب يسري بوزوق قام باللجوء لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل المطالبة بمستحقاته المالية العالقة بذمة فريق الرجاء، وهو نفس الأمر اللي قام به كل مسمعي المقدم ونوفل الزرهوني. محمد المكازي يتماطل في التجديد مع الرجاء واللاعب يفاوض أندية أخرى. وفي تفاصيل الخبر كينتظر فريق الرجاء الرياضي الحسم في تجديد عقد لاعب محمد المكازي، إلا أن هذا الأخير مازال محسمش موقفه بعد في ظل مفاوضته لأندية أخرى ومطالبته بمستحقاته كاملة دفعة واحدة. وأكدت جريدة الأخبار أن محمد المكازي كان اتفق مع النادي الأخضر على تجديد عقده مقابل استلام مستحقاته كاملة بشكل جزئي. وكيتماطل المكازي في التجديد مع الرجاء بعد انتهاء عقده مع نهاية الموسم المنقضي، بحيث دخل في مفاوضات مع مجموعة من الأندية اللي كترغب في ضمه في صفقة انتقال حر. يشار لأن محمد المكازي كان انتقل لفريق الرجاء في ميركاتو الشتوي لعام 2020 قادما من فريق المغرب التطواني، وتوج مع النصر الخضر بلقبي البطولة الوطنية وكأس العرش. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فا، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.